احنا كاسكندرانية بنقدر نعيش اللحظة بتاعتنا بمنتهى البساطة، فانت لو معكش فلوس فانت تقدر ان انت تقعد على البحر وتستمتع بالمنظر الجميل وتاخد احلى فنجان قهوة. وعلى فكرة كوباية القهوة من عند الراجل ده مش هتكلفك اكتر من 5 جنيه، وهتشرب احلى واحد قهوة في الدنيا كلها. وانا الصراحة من عشاق القعدة على البحر، ويا سلام بقى لو ساعة المغربية. احنا كاسكندرانية بنقدر نعيش اللحظة بتاعتنا بمنتهى البساطة. اما بقى لو الدنيا مزعزعة معاك فانت تقدر تروح مخازن البن البرازيلي، وهناك بقى القهوة ليها طعم تاني خالص. هتستمتع فعلا بشكل المكان والستايل بتاعه، هتقدر تقعد وهتاخد كوباية القهوة بتاعتك ومش هتكلفك اكتر من 20 جنيه، ويا سلام بقى لو هتضرب واحد كابتشينو ولا واحد لاتيه ومش هتدفع اكتر من 30 جنيه. انا كاسكندراني من عشاق المكان ده الصراحة. وممكن تروح البن البرازيلي في صلاح سالم في محطة الرمل وهتاخد احلى كوباية قهوة برضو. نفسك هتتفتح الصراحة وكوباية القهوة بتتعمل قدامك، ويا سلام بقى وانت بترسم لي على الكابتشينو يا حنين. ايوه لا فنان، احلى كابتشينو عليك يا ابو اسكندر، فنان فنان يا رايق. هو ده الكابتشينو ولا بلاش؟ اديني. تقدر تطلب منه الرسمة اللي نفسك فيها وهو هيعملها لك، ما انت في البن البرازيلي بقى. بالنسبة لي انا بحب اخد كوباية القهوة مظبوط، تستمتع جامد الصراحة. واكتر حاجة بتميز المكان ده الفرقة الموسيقية اللي بتبدأ تشتغل من بعد المغرب. انت كاسكندراني الحياة معاك جميلة، سواء معكش فلوس فانت ممكن تقعد على البحر تشرب كوباية قهوة ب5 جنيه، او تقعد في بن البرازيل وتاخد كوباية القهوة بتاعتك ب20 جنيه. وانا طبعا من عشاق اسكندرية.